في الشعر العربي هتلاقي قصائد كتيرة بتمتدح وتتغنى بالشجاعة، لأن الشجاعة تقدر تعتبرها بنية أخلاقية بتنسحب من الفرد إلى محيطه، فعادة بتبقى مصدر فخر. في الدعاء بنطلب من ربنا إنه يبعدنا عن الكسل والجبن. في الفلسفة وزمن الفلسفة في العصر القديم ربطوا الشجاعة بخلود فكرة الفيلسوف، لأنه في الأصل بيخرج عن المألوف، وده ما بيحصلش إلا من صاحب فكر ورأي شجاع. حتى في علوم الإدارة ربطوا الفكر الخلاق الناجح بالقدرة على اتخاذ قرارات شجاعة في توقيت حاسم، وده اللي بيخلق الفرق بين إدارة وإدارة تانية. معنى كده إن الشجاعة مش مجرد صفة، دي تقدر تعتبرها مناخ نفسي ومناخ عقلي وذهني، وده اللي اجتمع عليه مثلا المدارس المختلفة في علم النفس. بس خلونا نكمل بعد الفاصل. الشجاعة مش معناها التهور أو المقامرة، لكنها زي ما قلنا مناخ نفسي وعقلي مستقر، بيبقى فاصل بين رزيلتين، الرزيلة الأولى هي الجبن والرزيلة التانية هي التهور. يعني تقدر تقول إن الشجاعة هي عين العقل. بعض التوصيفات النفسية للشجاعة بتقول إنها الذهن الثابت الحاضر في مواجهة صخب الشدائد اللي بتدفع الإنسان للتشتت. الشجاعة مش معناها إن الإنسان ما بيخافش، الشجاعة هي إن الإنسان بيقدر يتغلب على خوفه. مسألة مناخ نفسي وعقلي بيتسم بالثبات والاستقرار، تهيئة هذا المناخ بيبقى عملية ترتيب، وانت ماشي في عملية تهيئة المناخ او ترتيب عالمك الداخلي بتلاقي ان الطريق للشجاعة بيمر على ابواب فضائل كتير، وفي المقابل بيقفل ابواب رذائل كتير. هتلاقيك بتمر على ابواب صبر وجلد وثقة بالنفس واحترام للنفس ونشاط وعدم استكانة، وبتقفل في الطريق ابواب كسل واهتزاز ويأس وطبعا الجبن. لو احنا بنقول ان حياتنا محصلة اختياراتنا، لو فكرت شوية هتلاقي ان اي قرار حكيم في حياتك كان قرار شجاع. خلصت حلقتنا، والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 90.